يقول السائل: بعض من الناس إذا أصابهم ذعر وخوف فإنهم يقولون وينادون أمهم فيقولون: يا أمه، وقد صارت هذه عادة وهو منتشر بينهم. هذا عند الأطفال متعودنا الطفل أنه ينادي أمه، لأن ما يعينه ينفعه في صغره إلا أمه، فهو يناديها إذا مسه شيء أو آلمه شيء، أي من عادة الأطفال. أما العقلاء فلا يعملون هذا، ما سمعنا عاقل ينادي أمه لا منه أصابه شيء، ينادي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. نعم.